السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية اسم لؤي في المنام، أحلى اسم أنا بحبه، وكمان أحلى تفسير هتسمعه في الفيديو ده، ولكن في رموز بتدل على الشر. تابع الفيديو عشان تعرف الرموز اللي انت شفتها في الحلم، هل هي خير ولا شر. حلمت بشخص اسمه لؤي، رأيته في منامك، سواء هو حي أو ميت، رأيته بيسلم عليك، بيبتسم لك، أو رأيته أنه هو بيسرق منك شيء، أو رأيت طفل اسمه لؤي. فده بيدل على إيه؟ لو رأيت ان الشخص ده وكنت مرتاح ليه في الحلم، فده بيدل على الصفات اللي انت بتتمتع بيها او اللي انت هتشهدها الفترة اللي جاية. ازاي الكلام ده؟ صفات في الاخلاق، ان اخلاقك هتكون كويسة. صفات في المال، بان حضرتك هتحصل على المال في اقرب وقت. صفات في الذرية، ربنا هيعطيك ذرية، احلى صفة في الذرية وهي الولد او البنت. صفات في ايه كمان؟ صفات في حب الناس ليك، او صفات بان ربنا بيحبك انت، صفاتك ربنا بيحبها لانك شخص مسالم. رؤية شخص اسمه لؤي، فده بيدل على ان يعني ان الحالم بيقدر يسيطر على غضبه، وبيدل على ان هو بيقدر يتحلى بالشجاعة ويقدر يواجه اي حاجة هتقابله في حياته الفترة اللي جاية بكل شجاعة. المرأة المتزوجة لو رأت شخص او طفل اسمه لؤي، او رأت انها خلفت ولد وسمته لؤي، فده بيدل على شجاعتها وعلى قوتها انها تتحمل المسؤولية، انها تقدر تكون صابرة على زوجها او على اهل بيتها، انها تقدر تتصدى جميع الهموم اللي بتقابلها في حياتها اللي تخص العمل او تخص مثلا تدبير المنزل والغلاء اللي احنا فيه. طبعا الفتاة العزباء لو رأت اسم لؤي، فده بيدل على الزواج من شخص شجاع. المرأة الحامل لو رأت طفل اسمه لؤي، اعرف ان انت هتنجبي ولد بإذن الله تعالى. الرؤية هتكون شر في حالة واحدة، رأيتي اسمه لؤي، طفل توفى، عمل حادث، حضرتك كنت حزينة جدا عليه. طبعا رأيتي مثلا ان في شخص اسمه لؤي سرق منك شيء، او بيخبرك اخبار سيئة، مثلا كان ضيف وحضرتك ما رضيتيش تستقبليه، طردتيه، مثلا جه يسلم عليك ما رضيتيش تسلمي عليه، يعني كنت كرهاه في الحلم بمعنى اصح. فده معناته بان حضرتك صفاتك مش قد كده، ما بتعرفيش تقابل الناس بسعة صدر، وما بتعرفيش تتعاملي مع الناس بكل حب وكل حنية. محتاجة ان انت تراجعي نفسك وتراجعي اخلاقك، محتاجة ان انت ما تكونيش جبانة، لازم تكوني شجاعة. اي رؤية تخص رؤية اسم رؤية اكتبوها لي اسفل التعليقات، وما تنساش تضغطوا لايك، واكتبوا اهم حاجة حلمكم تحت اسفل الفيديو.